وبعيدا عن الجبهات في تعز، فقد أعربت رابطة أسر الشهداء في المحافظة عن أسفها للهجوم الذي شنه محافظ المحافظة أمين محمود على مسيرة شعبية أعلنت رفضها لقيادة قائد الحرس السابق في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح طارق عفاش معركة تحرير تعز. ورفضت الرابطة في بيان اتهامات أوردها المحافظ في مؤتمره الصحفي أمس السبت عن وجود موقف معارض للمسيرة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية في معاركها ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية. وقالت إن المسيرة أكدت في بيانها وبوضوح تقديرها وتثمينها لدور دول التحالف في مواجهة الانقلاب، مطالبة إياها بمزيد من الدعم. ودعت الرابطة إلى عقد لقاء مع المحافظ محذرة إياه من الطابور الخامس الذي يجتهد في التضليل وقلب الحقائق وحياكة الأكاذيب حد تعبيرها. وجدد البيان رفض الرابطة للأوصاف التي أطلقها المحافظ ضد المسيرة والمشاركين فيها بأنهم غواء ومستأجرون وطابور خامس، مؤكدا استمرارها في مسيرة النضال لتحقيق الأهداف التي ضحى لأجلها الشهداء. إذن والوقوف حول هذا الموضوع، اتهامات محافظة تعز لمسيرة الأمس التي نظمتها رابطة أسر الشهداء في تعز. ينضم معنا السيد عامر السمعي أمين عام رابطة أسر الشهداء في محافظة تعز. نرحب بك سيد عامر معنا في أخبار المنتصف. أهلا وسهلا أختي. مساء الخير سيدي. إذن محافظ تعز وصفكم أمس بالغوغائيين وبالطابور الخامس، باعتقادك ما الذي جعل المحافظ يعني يصفكم بهذه الأوصاف؟ أختي الكريمة، نحن في رابطة أسر شهداء تعز دعونا إلى مسيرة عامة رفضا لتدخل المجرم طارق عفاش الذي بدأ ندمه في الظهور في الآونة الأخيرة على حساب دماء الشهداء. فدعونا إلى مسيرة شعبية شاملة في محافظة تعز، شملت مركز المحافظة بالإضافة إلى فروعنا في بعض المديريات، في التربة مركز مديرية كمتين، وفي النشمة مركز مديرية المعافر، وفي العين مركز مديرية المواسط. الجديد أختي في الأمر في تصريحات الأخ المحافظ أننا نعزو ذلك إلى تضليل تعرض له الأخ المحافظ حول توجهات المسيرة. أهدافها كانت من المسيرة واضحة، حيث كان البيان واضحا إذ ثمنا فيه موقف دول التحالف العربي، ومن أول يوم لإشهارنا رابطة أسر شهداء تعز ونحن نشيد بالموقف الرائع والأخوي والنبيل لإخواننا في دول التحالف العربي بدعم محافظة تعز خاصة واليمن عامة. وما طالبنا في نفس الفكرة سيد عامر، يعني ما الذي أغضبه وأغضب السلطة المحلية في تعز إذا كانت هذه المسيرات سلمية وخرجت في أكثر من منطقة في محافظة تعز؟ ممكن أعلق السؤال أختي؟ نعم، يعني ما الذي أغضب المحافظ بحيث أنه جعله يصفكم بهذه الأوصاف وهي مسيرات سلمية فقد خرجتم للتعبير عن رفضكم لموضوع معين، أنه إعادة ربما يعني تدوير النظام السابق؟ أختي العزيزة، نحن نعزو ذلك إلى بعض الأقلام المأجورة للأسف والتي تنضوي في إطار المقاومة، والتي ربما كان لها موقف سلبي حورت أو حاولت تحوير وحرف المسيرة عن يعني تأويلها تأويلا خاطئ كما يحلو لها، ولكننا كان هدفنا واضح وبيننا كان واضح من المسيرة وهو عدم رفض تدوير القتلة الذين شاركوا في قتل وقنص أطفال ورجال تعز رفضا لهم ومنعا لعودتهم مهما كانت التضحيات. طيب ألا تعتقد ربما هذه المسيرات الآن التي تخرج في هذا التوقيت ربما تشتت الآن الجهود في معركة مصرية كبرى هي محاربة الانقلاب؟ ما المشكلة إذا كان طارق عفاش ومن معه الآن يعني إلى جانب الشرعية لاستعادة الدولة؟ أختي العزيزة، إلى اليوم وقناص طارق عفاش الذين دربهم في معسكرات الانقلاب
هم أنفسهم الأشخاص الذين يمارسون هوايتهم المفضلة إلى اليوم في طنس أطفال تعز ونساء تعز وشباب تعز، فكيف يرجى من قاتل مجرم أن يحرر محافظة تعز وهي لازالت تنزف وألما وجراحا من قناصاته المنتشرين في كل مكان، وكيف لقاتل مجرم مثل طارق عفاش أن يحرر تعز وهو قد ترك معركته المصيرية مع الانقلابيين فارا بجلده مخلفا عمه هناك. فنحن في تعز وضحت الفكرة سيد عامر. نعم أنتم في البيان أيضا ربما يعني تؤكدون دائما على جهود التحالف، والآن هو طارق عفاش من أتى به الآن ليحارب ويكون بجانب الشرعية هي أيضا جهات في التحالف العربي، فهل هناك تناقض ما بين البيان الذي أصدرتموه وبين موقفكم؟ أختي يجب التناقض، نحن أكدنا على أن نحن عملنا في رابطة أسر الشهداء على أن يكون تحرير تعز وأيضا دعم تعز عبر القنوات الشرعية المعترف بها في المحافل الدولية ممثلة بفخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمؤسسات الشرعية المنتشرة في كل بقاع اليمن والمناطق في المناطق المحررة من الشرعية. نعم طيب الآن أنتم دعمتم طبعا للقاء مع المحافظ ربما لي يعني امتصاص ما يجري الآن من توترات واحتقان، هل سيكون يعني سوف نشهد في الأيام المقبلة لقاء مع المحافظ، وأيضا هل ربما سيكون هناك انقسام في تعز جراء ما حدث بالأمس؟ نحن أختي العزيزة منذ أكثر من شهر ونحن نتردد على مكتب المحافظ علنا نجد منه موعد من مكتبه موعد للقاء به، ولكن للأسف تم مماطلتنا لأكثر من شهر بشكل يومي تقريبا، وكان آخرها اليوم حيث وعدونا بلقاء الأخ المحافظ يوم غدا ونحن في انتظار ما سيترتب عليه هذا اللقاء. إذن أنا أشكرك وأشكر تواجدك معنا السيد أمين عام رابطة أسر الشهداء في تعز السيد عامر السمعي، شكرا جزيلا لك.